قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، جعل الله كلمتي التوحيد أصل الملة والدين، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأن نعبده تعالى بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله، الإيمان الصادق واليقين التام بأن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله إلى الخليقة بشيرًا ونذيرًا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أرسله الله تعالى بالرسالة العامة لكل الخلق، عربها وعجمها، إنسها وجنها. قال الله تعالى: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول أيضا جل جلاله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وجعله خاتم أنبيائه ورسله، فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن آمن به وبما جاء به ووحد الله عز وجل فقد دخل في الإسلام وعصم ماله ودمه واستحق الجنة برحمة أرحم الراحمين، وأمن من الخلود في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أخرجه مسلم. أيها المسلمون، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من مقتضيات ذلك أن نطيعه
فيما أمرنا به ونجتنب ما نهانا عنه فإن طاعته طاعة لله. يقول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وحذرنا من مخالفة أمره فقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ومن الإيمان به محبته، محبته صلى أصل الإيمان وكمالها من كمال الإيمان، أي أن يحب المسلم محمد رسول الله محبة فوق محبة الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله، وأنت الآن أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر. رواه البخاري. ويقول: لا يؤمن أحمدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. متفق عليه. هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست دعوة تدعى، ولكنها حقيقة للمؤمن. فما كل من ادعى محبته كان صادقا في ذلك. فلا بد من ابتلاء وامتحان. فالمحب الصادق له هو الذي يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويعلم أنه لا يقول إلا الصدق والحق. فمن الإيمان به أن نصدق ما أخبرنا به مما كان وسيكون، لأنه لا ينطق عن الهوى كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن محبته عباد الله أن ينصر المسلم سنته ويدافع عنها. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، إن من محبته تطبيق أوامره واجتناب نواهيه. ولقد كان صحابته الكرام رضي الله عنهم من أعظم الخلق تطبيقاً لأوامره، وبعداً عن نواهيه كانوا أسرع الناس امتثالاً لما أمرهم به وأسرعهم اجتناباً لما نهاهم عنه. أنزل الله على نبيه تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان أهل قباء يصلون نحو بيت المقدس لم يبلغهم الخبر، فجاءهم رجل وقال: يا أهل قباء، إن رسول الله أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر باستقبال الكعبة. قال: فاستداروا نحو الكعبة. متفق عليه. استداروا نحو الكعبة في صلاتهم تطبيقا لأمره. ومن ذلكم ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت في بيت أبي طلحة أسقيهم الخمر، فجاء رجل فقال: ما بلغكم خبر
الخمر إن الله أنزل تحريمها. قال أنس: فقال لي أبو طلحة: يا أنس انهض فأرق الخمر. قال: فأراق الصحابة الخمور حتى جرت في المدينة. متفق عليه. كل ذلك امتثالا لأمره وسمعا وطاعة له. قال عبد الله بن عمر: تختم النبي بخاتم الذهب، فلما ألقاه ألقى الناس خواتمهم من الذهب وتركوها اقتداء به. متفق عليه. في يوم خيبر نادى مناد النبي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فلما بلغهم الخبر أكفأوا القدور وإنها لتغلي بلحوم الحمر. متفق عليه. وكل ذلك عباد الله طاعة منهم له واستجابة لأمره أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فظاهرها أننا نحاسب على حديث أنفسنا. فجاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة، وقد أنزل الله آية لا نطيقها، إن الله يحاسبنا عن حديث أنفسنا. فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فلما اقتراها القوم وذلت بها ألسنتهم نسخها الله بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. رواه مسلم. فعفى الله عن حديث النفس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا به. متفق عليه. ومن آثار محبة الصحابة لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الخلق. يكون لكل مسلم أيضا أنهم كانوا يثنون على كل من وافق سنته وعمل بشريعته تشجيعا له لإظهاره السنة. صلى أنس رضي الله عنه خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فلما صلى ورأى ما قام به عمر من تطبيق السنة في الصلاة قال رضي الله عنه: إن أشبهكم صلاة برسول الله هذا الفتى. رواه الطبراني بإسناد حسن وصححه الألباني، لأنه رأى موافقته للسنة وتقيده بها. ومن آثار محبتهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يعتبون على كل من خالف سنته ويغلظون القول عليه تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستخف بها ويستهان بها. حدث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قائلا: سمعت رسول الله يقول: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن. قال الراوي: فسبه عبد الله سبا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول لا أمنعنه لا
رواه مسلم. انظر كيف غلظ عليه، قد يكون قصده اجتهادا لأنه رأى من النساء شيئا يعني غيرن فيه ما كان ماضيا، لكنه ما أحب أن يسمع قولا يصادم قول محمد صلى الله عليه وسلم. هذه سيرتهم رضي الله عنهم الدالة على كمال المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن محبته ليست دعوى باللسان ولكنها حقائق تظهر عند تطبيق الأوامر واجتناب النواهي. لما نوقش عبد الله بن عباس في متعة الحج وأن الصديق وعمر وعثمان روى أن الإفراد بالحج أفضل، قال لمن قال له: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولما قيل لعبد الله بن عمر أن أباك ينهى عن المتعة أي بالحج وأنت تأمر بها، قال: رسول الله أحق أن يتبع أم عمر؟ رواه البيهقي في السنن. كل هذا تعظيما للسنة، تعظيما لرسول الله، لما يدل على المحبة السابقة له. أيها المسلمون، إن الله عز وجل امتحن من ادعى محبتها بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، أي فاتباع شريعة محمد والعمل بها دليل على محبة الله جل وعلا، فالمحب لله هو العامل بسنة رسول الله، المطبق لها، المنفذ لها، الواقف عندها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأمر الله وأمر رسوله أمر نافذ ولا خيار لأحد في ذلك، فالمسلمون يعظمون سنته ويرجعون كل نزاع تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه. يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وكان أئمة الإسلام يتبرؤون من أقوالهم المخالفة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرون أن أقوالهم وأفعالهم إذا خالفت السنة وجب أن ترد ولا يعمل بها ولا يلتفت إليها. هكذا يجب أن يكون المؤمن أيها المسلمون، لأن المؤمن مأمور باتباع الكتاب والسنة، وعمله لا يكون عملاً مقبولاً إلا إذا كان خالصاً لوجه الله وكان على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الأقوال والأفعال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عباد الله، أصحاب محمد أحبوا هذا النبي الكريم محبة صادقة، محبة تمكنت في قلوبهم
وظهرت آثارها على جوارحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن ذلكم ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من أصحاب النبي أتى النبي قائلاً: يا رسول الله، والله إنك لأحب الخلق إلي، وإني كلما ذكرتك وأنا في بيتي لا تطيب نفسي حتى أخرج وأراك، ولكني إذا ذكرت أني ميت وأنك ميت وأن منزلتك في الجنة عالية فأنى لي النظر إليك. هذا الذي أقلقني وأتعبني. فسكت حتى أنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ربيعة الأسلمي: قربت للنبي وضوءه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل يا ربيعة. قال له: وأسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال: أوغير ذلك؟ قال: هو ذاك، أسألك مرافقتك في الجنة. قال ربيعة: أعني. قال: يا ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. ولما قسم النبي غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ترغيبا لهم في الإسلام ولم يعط الأنصار، وجدوا في أنفسهم شيئا، فدعاهم وحدهم وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي؟ فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: أتيتنا مطرودا فآويناك، ومكذبا فصدقناك، وفقيرا فواسيناك. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بالنبي إلى رحالكم؟ المحيا محياكم والممات ممامتكم. قال: فخضبت لحاهم بالدموع وقالوا: الله ورسوله أمن. متفق عليه. ومحبتهم له أيضا كلما ذكروه ذرفت عيونهم شوقا إليه. خطب الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي بعام، فلما خطب قال: أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل مقامي هذا من العام الماضي. ثم بكى رضي الله عنه، ثم أعادها فبكى ثلاث مرات، وقال: سمعته يقول: ما أعطي ابن آدم بعد الإخلاص خيرا من العافية. صححه الألباني في الأدب المفرد. ولما حضرته الوفاة قال لنبيه لبنيه: يا بني، إن مت اليوم فأسرعوا بجنازتي، فإن يوما أكون بجوار محمد لمن خير الأيام وأحبها إلي. رواه أحمد. ولما طعن عمر رضي الله عنه دعا ابنه عبد الله فقال: يا عبد الله، إن أهم ما يهمني أن أكون بجوار محمد وصاحبه، وإن ذلك أمر بيد أم المؤمنين، فأقرئها مني السلام وقل لها. يستأذن عمر أن يدفن بجوار رسول الله وصاحبه. قال عبد الله: فأتيتها وهي تبكي حزنا على عمر، فقلت: يقريك عمر السلام ويستأذنك أن يدفن بجوار رسول الله وصاحبه؟ قالت: والله ما كنت لأوثر أحدا غيره، أخبره بذلك. قال: فلما رجع عبد الله إلى أبيه
وقالوا هذا عبد الله أقبل. قال أجلسوني، ما وراءك يا عبد الله؟ قال هو ما تحب يا أمير المؤمنين، أذنت لك أن تدفن مع رسول الله وصاحبه. قال يا عبد الله، قال يا عبد الله لعل ذلك في حياتي، فإذا مت وصليتم علي فمروا بجنازتي عليها واستأذنوها لي. قال فلما صلوا مروا بجنازته، فقالت ما كنت لأوثره حيا وأحرمه ميتا، ادفنوه بجوار رسول الله وصاحبه. رواه البخاري. كل ذلك من محبتهم له رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن المسلم الذي يحب رسول الله هو الذي يعظم سنته ويعمل بها وينقاد إليها ويسمع ويطيع له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من العاملين بشريعته المتمسكين بها الثابتين عليها، وأن يجعلني وإياكم ممن يرد عليه حوضه يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم قونا بالإسلام، اللهم اكرمنا بالإسلام، اللهم احفظ علينا إسلامنا، اللهم احفظ علينا شبابنا وفتياتنا، احفظ علينا نساءنا وذرارينا. اللهم انصر من نصر هذا الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل هذا الدين ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل موقع، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، وسدد رميهم، وتقبل شهداءهم، وداوي جرحاهم، وفك أسراهم. اللهم فرج كرب المكروبين، واكشف هم المهمومين. اللهم ارحمك بالمستضعفين في كل مكان. أطعم جوع المسلمين، أسرع عطشاهم، أقص عراتهم، أمن خائفهم، أحقن دماءهم، أسر أعراضهم. اللهم كن لهم في العراق، اللهم كن لهم في سوريا، كن لهم في فلسطين، اللهم كن لهم فوق كل أرض وتحت كل سماء وتحت كل اللهم كن لهم فوق كل أرض وتحت كل سلام السماء، فوق كل تحت كل سماء وفوق كل أرض. أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم عليك بمن حارب دينك فإنهم لا يعجزونك، خذهم أحفظ عزيز المقتدر، احسهم عددا واقتلهم بددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. هناك أيها الإخوة من بلد أخونا أبو الحسين، لعل كثيركم يعرفه، فعديله يتعرض لعملية خطيرة، ويسألكم سالف الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بشفائه. اللهم رب الناس، اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء الله يقدر سقم. وكذلك بعض الإخوة، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين ويقضي حوائجهم. وآخر السلام.